ملفت للنظر جدا موضوع اعتنائهم في قوانين السير، وهي تقريبا قوانين السير في العالم كله شبه موحدة في الأغلب. لكن الملفت للنظر جدا موضوع قديش هم بيهتموا في قانون السير، سواء ما يتعلق في السيارة أو بالسائق أو حتى في المشاة. عشان هيك رح نطلع اليوم احنا جولة مع بعض إن شاء الله، ونشوف قوانين السير والتزام الناس فيها. فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نشوف اليوم مع بعض مدى التزامهم بقانون السير. طبعا بالمناسبة حزام الأمان من أهم القضايا اللي بيعتنوا فيها ويحاسبوا عليها محاسبة شديدة. يعني موضوع حزام الأمان إحنا معظمنا بيحطه في السيارة عبارة عن إكسسوارات، لكن هم بالنسبة لهم حزام الأمان شيء أساسي في السيارة، والقانون شديد جدا في الحساب على حزام الأمان. فبالنسبة للسائق واللي جنب السائق، حزام الأمان عندهم شيء مقدس، يعني لا يمكن التجاوز فيه ولا يمكن إهماله. فإحنا راح نشوف تطبيق عملي اليوم لقوانين السير المعمول فيها، سواء ما يتعلق بالسائق أو بالسيارة أو بالمشاة واستعمال الطرقات. موضوع قواعد المرور هي تقريبا شبيهة في كل العالم، لكن مدى التزام الشخص وثقافة الشخص اللي بتدله على أن يلتزم بها ويأخذ بها أو لا يأخذ بها. إحنا راح نشوف نماذج الآن من السير. إحنا طبعا ماشيين في شارع عشوائي غير مقصود، هو شارع هذا يصل بين مدينتين، بين ضواحي ليل ومدينة ليل، وإحنا بنلاحظ إنه السيارات اللي أمامنا لما بده يتجاوز أو ينتقل من مسرب لمسرب، هو بيروح معطي الغماز بحيث يشعر من وراءه بأنه سينتقل من مسرب إلى مسرب. من مخالفات السير الكبيرة جدا واللي إحنا مرات في كثير من الأحيان ننتهكها، الانتقال من مسرب إلى مسرب قبل الإشارة الضوئية بمئة متر ممنوع. يعني إذا صف بينك وبين الإشارة الضوئية تقريبا مئة متر، يمنع منعا باتا إنك تنتقل من مسرب إلى مسرب. يعني أنت مفروض تكون رايح مشوار وعارف أنت لوين رايح. فعشان هيك ما بتلاقي مسألة الزجزاج ولا مسألة التعرج ما بين الحارات أو المسارب. طبعا بتواجهنا احنا الآن أمامنا لوحات إرشادية إلى أسماء المدن وإلى المطار، ودائما وأبدا مسألة المطار بيحطوا له رسمة بحيث أنه لو واحد ما بيقرأ، بمعنى أنه سريع كان في السيارة سريع وما انتبه للإسم، فأقل ما فيها أنه هو يشوف رسمة المطار. السيارة الموجودة أمامي الآن حاط حرف الاي، ولاحظوا أعطى غمازة كنت أطلع عنه، حاط حرف الاي، راح أقرب منه أنا شوي وأضايقه لكن هو راح يسامحني إن شاء الله. هذا الحرف معنى ذلك إنه هو حصل على الرخصة حديثا، ولازم يظل حاط هذا الحرف لمدة 3 سنوات متتالية، حتى كل السيارات اللي بتسوق من حواليه يكون عارفين إنه هو حاصل على الرخصة حديثا. ولاحظوا هو بنتقل من مسرب إلى مسرب لازم يعطي غماز. السيارة اللي جنب الرينو أعطت غماز، وأيضا السيارة اللي أمامي لما انتقلت من مسرب على مسرب، مسألة الغمازات والإشارات الضوئية اللي هي لغة التفاهم ما بين السواقين مسألة مهمة جدا. إحنا راح نروح الطريق اليمين، ولاحظ مسألة تحديد السرعات مسألة قانونية ولا سماحة فيها. مسألة تحديد السرعة والبقاء في سرعة محددة مسألة ما فيش عليها مفاوضات. من أعجب القصص اللي أنا حكولنا إياها إخواننا المسلمين المقيمين هون، إنه كان أب وطالع رحلة وماخذ معه زوجته، فزوجته مقاعدة ابنها في حضنها اللي هو الوضع الطبيعي اللي احنا بنعمله، الأم قاعدة جنب زوجها وحاطة ابنها في حضنها. وقفتهم إشارة، وقفهم شرط السير وحجز السيارة وطلب لهم اللي احنا بلغتنا نسميهم وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولين عن الأطفال، بحيث يأخذوا الولد من الأم والأب، لأنه أنت لا تصلح، أنت لا تصلح ولو أنك أبوه وأمه، لا تصلح أن تحافظ على حياة وسلامة هذا الطفل، فبدهم يأخذوا الطفل منهم لأنه أنتوا كنتوا مفرطين. احنا تعال شوف عندنا في عالمنا كيف بيكون الأب مرات قاعد يسوق ومقاعد ابنه في حجره وهو مستعجل شوي
مقعد ابنه في حجره ومستعجل على ابنه يتعلم السواقة على البكير، فبيكون حاب يسوق على البكير ابنه. طبعا المخالفة هذه درجة أولى تؤدي في فرنسا وألمانيا إلى سحب الطفل من حضن أبوه وتسليمه إلى دار لرعاية الأطفال، لأنه ثبت بالوجه الشرعي بأنك أنت كأب لا تصلح أن تربي ابن، عشان حفاظا على ابنك بأخذ الولد منك وبيسلموه إلى الحكومة هي بتربيه لحد ما أنه يثبت أنت أن رجعت إلى عقلك وصوابك، وعند ذلك نعود إن شاء الله على خير نسلمك ابنك اللي أنت ما قدرت تحافظ عليه. إحنا أولى نحافظ على أولادنا، إحنا أولى. أنتوا خلال فترة الجو اللي عاملينها سمعت حد بعطي زامور للثاني؟ أنا راح أفتح الشباك تسمع حد بعطي زامور للثاني نهائيا. مش معناتهم ملائكة، بس هم بتعاملوا مع بعض بطريقة فيها رقي إحنا أولى فيه، وأنا مصر دائما وأبدا أنه إحنا أولى. الآن راح أعمل تجربة، تكون الإشارة تفتح وأضل وقت ما أتحرك وأشوف في حد بزمر لي من وراء ولا ما في حد راح يزمر، بس على الله ما يفشلوني. نقطة مهمة جدا، لما بتوقف على شارع ضوئي ما فيش حد بتلفت يمين وشمال يتطلع مين جنبه مين هون مين هون، عجيبين بضل اطلع دغري. على فكرة احنا اولى، ولا تجسسوا. شوف الإشارة فتحت مرتين لحد الآن و ما في ولا واحد زمر للثاني، جميل جدا. الإشارة الآن هي وقفت أحمر وراح أستنى أنا بعد الإشارة الحمراء ما أطلع ونقول يا رب. الإشارة الآن فتحت وأنا واقف، مش راح أطلع لما أشوف الوراي إيش راح يعملوا. أنا بتطلع الآن بالسيارة الوراي قاعد بيعطي هو غماز بحيث أنه راح يتجاوز عني. شوف لحد الآن ما حد زمر، فالآن راح أطلع أنا لأنه بيكفي لحد هون. الملاحظة ما حد زمر، يعني ما فيش واحد بيزمر للثاني عشان يستعجل. راح نوقف على الإشارة الحمراء اللي هون. لاحظت أنا وقفت. إحنا دائما وأبدا نعرف سرعة الضوء بأنها سرعة الضوء، ماذا تساوي سرعة الضوء؟ سرعة الضوء هي سرعة إطلاق الزامور ما بين فتح الإشارة وحركتك، أسرع من الضوء. أصلاً في ناس بيكون حافظ الإشارة الضوئية متى بتفتح وبناء على ذلك بزمر لك وهي لسه ما فتحت، إنه مفروض تكون أنت حافظ زيك زيه. عجيبين أمرنا إحنا مرات، بس والله إحنا أولى بالنظام. طبعاً أنا وقفت الآن مش إشارة ضوئية، أنا الآن أمامي مشاة عم بعبروا الشارع. بالمناسبة المشاة عند حسب القانون أول ما المشاة يحط رجله على الشارع بالنسبة للسائق كأن الإشارة حمراء، يعني وضع رجل المشاة على الشارع تعني بالنسبة للسائق إشارة حمراء، ممنوع ولا بحال من الأحوال إنك تتجاوزها. إذا بنلاحظ إنه هون في حرص تام على موضوع استخدام ممرات المشاة، وفي هنالك نوع من التفاهم الضمني ما بين السائق والمشاة. المشاة ما بيقطع الشارع إلا من مكان مخصص، وأيضا السائق عندما يكون أمام مشاة ويضع رجله في المكان المخصص لعبور المشاة فإنه مباشرة يتوقف. هذا التفاهم الضمني مش على الطرفين بالأمان. أنا تعمدت إنه أوقف الإشارة الحمراء على أساس مرة ثانية في أكثر من موقع أخذ نفس التجربة، إنه تفتح الإشارة وما في حد واحد بيزمر للثاني، لأنه هو عمليا ومنطقيا الكل حاب يوصل لمكانه، فمعنى ذلك أنه أنا ما تأخرت عن الانطلاق أو الحركة لما فتحت لي الإشارة خضراء، ما تأخرت إلا في عندي عذر، يمكن سيارتي طفت، يمكن حصل عطل بالسيارة. فإيش فائدة الزامور؟ يعني إيش فائدة الزامور إذا كان أنا صارت الإشارة خضراء عندي ما طلعت؟ أكيد في عندي عذر، فإيش فائدة الزامور إلا أنك أنت قاعد بتوترني بزيادة. على فكرة أخلاقيات إحنا أولى فيها، أولى بالصبر وأولى بطولة البال وأولى بالتراحم ما بين بعضنا البعض.